بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ايه؟ حلول شهر رمضان. النهاردة هعمل معاكم بقى ايه؟ هفرز البرتقال البلدي دوت اهو، والفراولة عشان عصير رمضان اهو. وطبعا البلح من اساسيات رمضان، بس العصير بقى عشان الجو بتبقى حر وكده بيبقى غذاء وكده. فايه هنعمل مع بعض الحاجات دي. البرتقال طبعا انت ممكن ايه تعصريه وتشيلي الميه بتاعته في كيس اللي هو الاكياس اللي هي بتاع اللبن، اللي هي الاكياس بتاع التفريز اهي. ممكن تشيليها تعصري البرتقال كده وتجيبي ميته بس، وايه وتفرزيها وتعينيها. او ممكن تعملي ايه بقى زي ما انا هعمل كده. انا هقشر، هغسل البرتقال طبعا اولا عشان كلته من الهواء والترابه والاتربه اللي في الشارع كلها تراب. وبرده نفس الحكايه الفراوله اهي، نفس الحكايه كلها تراب وكده ورمل، لازم الفراوله تنغسل كويس. فهنروح مع بعض بقى هنغسل الايه الفراوله ونشوف هنعمل فيها ايه كده. انا حطيته يا حبايبي في الحوض اهو، وهفتح عليه الميه. فتحت عليه الميه اهو، طبعا الميه سايله، تدنيها نازله على الفراوله بتاعتي بالشكل ده كده. شفتوا كل ما الفراوله ما الميه تنزل عليها ايه، طبعا الميه بتاعتها شفتوا شكل الميه بتاعتها ايه، كلها بتبقى رمل. فطبعا الايه لازم نغسلها كلها من رمل. وماجي اطلع منها البتاع الاخضر بتاعها، اللون الاخضر ده، اجيب ضفري كده اهو عشان اطلع الايه البتاع السمرة اللي بتبقى فيه، بتبقى بالشكل دوت كده اهو يا حبايبي، بالشكل ده كده. وطبعا في مصفى زي كده اهو، في مصفى زي كده انا غسلاه، اروح حاطه فيها اهو، اروح حاطه في المصفى كده، اسيبها واسيبها في الصفه اهي بالشكل ده كده يا حبايبي اهو. الحنفيه والمية بعمل واحده واحده كده اهو اهو، وشوفوا القنع بتاعها تبقى بيضه كده من هنا اهو، شايل الخضار بتاعها دوت اهو. طبعا يا حبايبي بقى اي حاجة في الفريزر دوت نعمة. تركني فيه اي حاجة من السنة للسنة بتلاقيها. يعني انا كان عندي ورق عنب من السنة اللي فات، من رمضان اللي فات، ولسه عندي في الفريزر حاليا، بحشي منه وبعمل منه جميل. طبعا مفرزاه مقطفه ورق العنب ورصته على بعضه كده. وبعد كده يا حبايبي إيه، بعد ما قطفته ورصته على بعضه، جبت ورقه جورنال ورصته كده على قلب بعضه، على قلب بعضه كده على قد ما هعمل. وحطيت ورحت مفرز لفه ورقه الجورنال، لفه ورقه الجورنال بالشكل ده كده، ورحت حاطه ورق العنب في الجورنال ولفه قوي برمه كده. ورحت جايبه كيس زي اللي انا وريتهولكوا دلوقتي، ورحت حاطاه في ايه؟ في قلبه. ورق العنب ده ممكن تحطيه في ازازه بلاستيك من اللي احنا بنشرب فيها ازازه البيبسي العاديه، ممكن تحطيه فيها عادي خالص، وتروحي برمه يعني لفه كده، لف لفه وماليه الازازه، وتروحي ايه كبسه الازازه على الاخر ورميها في اي حته. يا رب تكوني هتحطيها تحت الدولاب بتاع الاولاد او تحت السرير. وبيفضل برضو جميل قوي. احنا كنا زمان الاول يعني بنفرزه بالشكل ده، انما الفرازرات موجوده بقى بنفرزه زي ما قلت لكم كده. ونفس الحكايه لو عندك اناناس، عندك اي حاجه هتضربيها عصير في الخلاط، بتروحي عاملاها بالشكل دوت. طبعا بقى انا هكمل الفراوله بتاعتي بالشكل اللي وريته لكم دوت، يعني هشيل القنع بتاعها ده كده اهو اهو يا حبايبي، اشيله كده وهايه وهوريه لكم، وهنكيسها ونشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما غسلت الفراوله بالشكل ده كده اهو، يعني خليتها شوفوا يعني ده اللون الاخضر اللي بعينك ده ملوش اثر خالص كده بالشكل ده كده اهو، كلها كده بالشكل ده، مفيش حاجه فيها خضرة اهي. وطبعا حطاها في المصفى الصفه اهو، حطاها في المصفى الصفه الحد. وبعدين ايه هنشوف البرتقال هنعمل فيه ايه. والبرتقال يا حبايبي اهو انا حاطاه تحت الحنفيه بغسله بقشره، اهو القشر بتاعه كده، عشان اما اجي امسك السكينه واقشر واحده بالشكل ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو،
ما ايدي تبقى نظيفه والبرتقانه تبقى نظيفه، ما توسخش البرتقانه اهي بالشكل ده كده، ونضفها كويس اهو. شوفي يعني لو القشره مش نظيفه وكده ايدي اتحطت خلاص البرتقانه بقت شكلها مش ظريف مش حلوه. بنضفها كويس كده اهو يا حبايبي بالشكل ده كده، واشوف حاجه عندي احطها فيها. نفس الحكايه بقى ايه، اغسل باقي البرتقال كده واروح مقشره كده ايه، وحاطاه في ايه في اي وعيه جنبي او حله وكده عشان ابقى كيسه يبقى ناشف وحلو ما يعملش ميه في قلب الكيس. اهم حاجه في حاجه الفريزر اللي هتحطها في الفريزر دي تكون ايه ناشفه، يعني لازم تنشفيها قبل ما تحطيها، يعني مش مثلا البرتقانه يبقى في قلب الكيس ميه. ونفس الحكايه الفراوله برضه، طبعا البرتقال لو قلتلك هتعصريه في كيس برضو كده بنحط في الفريزر وتبي تسكريه بقى وتنتي بتضربيه في الخلاط وكده، اما دوت انا بقشره واحطه الواحده بوحدتها كده. انا بقى هخلص باقي الكميه دي هغسلها واقشرها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وارجع هعمل معاكم وهكيسهم وهنحطهم في الفريزر عشان ما اطولش عليكم. كده يا حبايبي خلصت البرتقال تقشير اهو، هبتدي بقى ايه اجيب الفراوله بتاعتي ونروح ايه مكيسينها كده، يعني ايه كل حبه في قلب الكيس، كل حبه في قلب الكيس بالشكل ده كده. لحد ما انت عايزه بقى، وعلى قد ما هتشربي العصير او اللي هتطلعيه او اللي هتستعمليه حطيه. انا هستفى بدول كده اهو، بصي يا حبايبي هخرج منه بقى الهواء بالشكل ده كده اهو اهو اهو، قلت ليه رفطه كده بالشكل ده اهو اهو، واشوف واعمل واحد غيره. الهواء وروح ربطه كده زي التاني بالشكل ده كده.
واخر كيس صينيه حبايبي. اما حاجه ما يكون ما تكون مصفيينها من الميه ومن غسيلها يعني ما يكونش فيها ميه خالص. وبعد كده بقى هنشوف البرتقال اهو. هجيب البرتقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي طبعا في قشرة برتقالة تلاقيها خفيفة، قشرة برتقالة تلاقيها خفيفة، عشان كده بقول لكم نغسله قبل ما ايه، قبل ما نقشره. قشرة برتقالة بتبقى خفيفة يعني بتبقى جايبة البرتقالية مفيش، وقشرة تبقى تقيلة تلاقيها شايلة زي كده زي كده، القشرة اللي هي الطبقة البيضة دي اهو. البلح برضو بنجيبه، البلح بنفرزه، بنفرزه ازاي؟ بنشيل النقاية منه عادي، اللي هو البلح بتاع رمضان بنشيل النقاية منه عادي وننضفه من جوه كده، وبعد كده بنروح جايبين اكياس زي كده ونروح معبين في البلح. لو قعد يا حبايبي يعني انا عندي بلح من رمضان في الثلاجة لسه في الفريزر زي ما هو لسه، تشوفي تقول لا ده انا لسه مفرزاه يعني، ولا بيبقى فاضه وجميل جدا بيبقى ناشف كده، وانا هوريه لكم برده. كده يا حبايبي اهو انا فرزت معاك في البرتقال اهو، البرتقال وادي الفراوله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. يا رب النهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده وكده، واخر وفي اخر الفيديو كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون الايام الجايه احسن وتكونوا بخير وبصحه ويفرحكم يا رب باولادكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. واخر حاجه بقى بحب اشكر كل اللي بيدعموني وبيشجعوني في القناه وبيتابعوني وكده. وفي اخر حلقتي بقى بقول في اخر حاجه بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.